مدرب حراس المرمى ومعاه حارس مرمى دخل مرماه 5 اهداف. تمام. ده بقى ليه تعامل مختلف. تمام. فكرتك وقتها هيئته ازاي؟ قرارك في المباراه التاليه يلعب ولا تنزل بالبديل عشان تحضر التاني والتاني تبدا تشتغل معاه عشان الماتشات التانيه؟ لا، احكي لي اللي حصل تحديدا في مركز حراسه المرمى، لان ال 10 لعيبه كوم وحارس المرمى اللي يدخل في مرماه 5 اهداف ده كوم تاني خالص. طيب بعد المباراه مباشره وقعد نزل الحارس عمرو عادل، هو حارس زد، قعد في ال 18 كان بيعيط، فنزلت له انا وعمر عبد العزيز اللي هو الحارس بتاع الزمالك الحارس الثاني، وانا ما عنديش احتياطي واساسي بس عشان تبقى الكلمه يعني مفهومه صح، هما الاثنين اللي يركب يلعب. تمام. دي كوره يعني، فاهمني؟ ال 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 الحراس مش بعاد عن بعض، كلهم قريبين من بعض وخصوصا في السن ده، فهي بتفرق بس في ايه؟ في الشخصيه وتحمل ال فوارق بسيطة يعني. بالظبط يعني. المهم فبعد المباراه نزلت له قلت له انت زعلان ليه؟ هو بص، للامانه الولد اتظلم، الفرقه كلها وحشه وهو جه في 5 اهداف ما يسالش غير على الهدف الاخير منهم، وكان الهدف الاخير ده هو زي ما تقول وصلت بقى لمرحله ان انت بتلعب في الدقيقه 90 وخسران 4-1، فمش فارق معاك، فبدل ما يترمي على الكوره بايديه نزل برجليه والكوره عدت من فوق رجليه ودخلت. فانا رحت له قلت له انت راجل ايه يعني، ايه اللي بيحصل وما فيش اي حاجه، وتعالى واقف مع الكابتن احمد، كان ساعتها زي ما قلت لحضرتك الكابتن احمد وقفنا في دايره دايره نص الملعب. اعتقد ان بعد رحت الفندق تعمدت اليوم ده ان انا ما اروحلوش. ليه؟ عشان هو اصلا اوريدي مش طايق نفسه، ولو جيت له انا بالذات هيستفز اكتر، هيبقى متضايق وعايز يتكلم وعايز يخرج. فسوحت عليه كابتن محمد ابراهيم وقلت له روح له انت وهديه واضحك معاه وكلام من ده وبتاع وسيبني انا بكره. تاني يوم في التمرين خدته وقلت له يا ابني انت لسه اول ماتش تلعبه لمنتخب مصر، ياما هتبقى عايز تقلع الجوانتي وتحفر في الارض وتدفن نفسك والناس تردم عليك، وياما هتبقى عايز تقلع التيشيرت وتمشي وتقول انا هو انا هو انا هو انا هو. فالكوره فيها كده وفيها كده، اليوم مش يومك، بعد بكره اليوم هيبقى يومك وانت اللي هتكسبنا بس انا كان عندي قرار ساعتها، او كنت يعني قبل ما اتفق مع كابتن احمد ان احنا نغير. ليه؟ الولد نفسيا كان صعب انه يلعب الماتش اللي بعده، وعلى العكس كان عمر او الحارس الثاني نفسه يلعب الماتش اللي بعده. دلوقتي انت في حاله يا الجون، لو لعب الماتش الثاني لا قدر الله خسرنا لا قدر الله كان ده هيندفن في الكوره، مصر كلها كانت هتقول ده فلان وفلان وفلان واتقطع فيا وفيه وفي الدنيا كلها. تمام. مظبوط. طيب الحل ايه؟ ادي اللي عايز ياخد وريح ده وشوف ربنا سبحانه وتعالى هيجيب لك النتائج عامله ازاي. اتكلمت مع التاني قلت له يا عمر انت ان شاء الله انت اللي هتلعب بعد بكره، ركز وحط في دماغك ان احنا كده كده اوت من البطوله، احنا بره البطوله. اوكي. احنا كده كده مش فارق معانا، انا مش عايزك تلعب تحت اي ضغط. انت عايز تنزله الملعب وهو نازل يستمتع بلعب الكوره. بس انا مش عايز غير دي. انا عايزه، قلت له العب اللي عندك، انت حارس كبير زيك زي عمرو عادل، انتوا الاثنين زي بعض. انا بقى بقول لك اهو احنا خسرنا 5، هنخسر ايه اكتر من كده؟ يا عم انزل وخسرنا. تمام؟ الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الولد كان من اسباب المكسب في الماتش الثاني بتاع الجزائر. وكابتن الكاس اتفق معاك على التغيير. كابتن احمد برضو كان معايا في نفس القصه. لان عمرو خلي بالك والله لا يسال غير عن هدف واحد من الخمسه، ولكن هو خلاص بقى الولد ظروف المباراه بقى تحمل على فكره وكتافه الفرقه كلها، فاهمني؟ فانا ما كنت لو كنت دفعت بيه كنت ممكن اخلص عليه خالص. صحيح كان ممكن يخرج من اللي هو فيه، ولكن هو ربنا قاسم كده. فبعد الماتش الثاني عمر لعب الحمد لله كان كويس وعمر كمل البطوله. انما انا عايز ارجع واقول حاجه هنا انصافا لعمرو عادل، ان الاثنين دول بعد يعني فتره بعد 3-4 سنين هيبقوا من احسن الجوان موجوده في مصر، وعمرو عادل تحديدا يعني عشان ما اقولش ان انا يعني بكذب، بس انا شايف انه هيبقى الولد ده لو ركز بنفس الطريقه اللي هو ماشي بيها دلوقتي هيبقى خليفه عصام الحضري. وانا بقول عصام الحضري لانه من كفر البطيخ من دمياط، من نفس من المدينه، نفس بلد عصام، من نفس القريه، ومن نفس ونفس الدماغ ونفس الـ 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 المثابره على التمرين. فانا عارف ان الولد ده بعد 3-4-5 سنين مع الشغل اللي بياخده في نادي زد احقاقا للحق هيبقى حاجه ثانيه. تعرف الحضري برضه في السن الصغير ده لما كان بيلعب مع كرول ايام منتخب اولمبي فاكر كان بيدخل فيه جوان غريبه فاكر واول ما جه الاهلي
ليه ليه ماتش الاهلي ودمياط 5-1 كان بنفس الطريقه، وكان عصام السنه اللي كان جاي فيها عصام كنا بنلعبهم وعصام واقف يعني عصام قدامنا، وكانت الاهداف كان منى باين ولا شاط لا ابو الدهب شاط كوره مثلا من 40 يارده ودخلت عادي. ما هو انت دلوقتي حاجه وبعد 3 4 سنين حاجه، مع الوقت والشغل والتطور هيبقى حاجه ثانيه. فانا بقول لك عشان برضو عمرو ياخد حقه زي ما عمر خد حقه وقدر ان هو يرجعنا والحمد لله ربنا رضانا وقدرنا ناخد ال9 بونت، لا انا برضو بقول ان عمرو ان شاء الله هيجي له وقته وهو اللي هيكسبنا، ومحدش عارف بطوله افريقيا الدنيا هتمشي ازاي. طيب.